نظم الأجرمية لعبيد ربه محمد القلاوي الشنقيطي. قال الناظم رحمه الله مقدمة: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجرمي، لمن أراد حفظه عسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا: الفتح والآلف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالآلف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كلما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخريك لم يقم فتى. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعالا. باب قسمة الأفعال وأحكامها. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. باب نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. باب جوازم المضارع.
وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. المرفوعات من الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. باب كان وأخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر كان وأمسى ظل باتا أصبحا أضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فكا وما فات أما داما وما منها تصرف احكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. باب إن وأخواتها. عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالك لعالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإنا أن نشبه بكأن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل. باب ظن وأخواتها. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. التوابع. باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. المعرفة والنكرة. واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهت تنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد وقول خالد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. باب التوكيد.
ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي. كذاك في التعريف فقف الأثرا، وهذه ألفاظه كما ترى. النفس والعين وكل أجمعوا، وما لأجمع لديهم يتبعوا. كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول. ومر ذا بالقوم أجمعينا، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم يلحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجاء، زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبدل اشتمال نحو راقني، محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب، زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. المنصوبات من الأسماء. باب المفعول به. مهما ترى اسما واقع الفعل به، فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديب، وقد ركبت الفرس النجيب. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكرا. والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. باب المفعول المطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، وانتصابه بدا. وهو لدى كل فتى نحوي، ما بين لفظي ومعنوي. فذاك ما وافق لفظ فعله، كزرته زيارة لفضله. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ، كفرحت جذلا. باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى، اليوم والليلة ثم سحرا. وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أمدا وأبدا. وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة نل نجاحا. ثم المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلفا وورا. وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسرا ونصبه انحتم. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا. وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل المثال واعرف المقاصدا. وكونه ناكرة يا صاحي، وفضلة يجيء باتضاح. ولا يكون غالبا ذو الحال، إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز. اسم مبين لما قد انبهم، من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد طاب زيد نفسا، ولي عليه أربعون فلسا. وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه ناكرة قد وجبا. باب الاستثناء. إلا وغير وسوى سوى سوى، قلا عدا وحاش الاستثناء حوى. إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا. وإن بنفي وتمام حليا، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا. كلم يقم أحد إلا صالح، أو صالحا فهو لذين صالح. أو كان ناقصا فأعربه على، حسب ما يجيء فيه العملا. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السماء. وهل يلوذ العبد يوم الحشر، إلا بأحمد شفيع البشر. وحكم ما استثنته غير وسوى، سوى سواء أن يجر لا سوى. وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا، خلا قد استثنيته معتقدا. في حالة النصب بها الفعلية، وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا، أو جعفر فقس لكيما تظفرا. باب لا.
لا النفي للجنس. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. باب المنادى. إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العالم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه لا غير. باب المفعول لأجله. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذه الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. باب المفعول معه. وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا. المخفوضات من الأسماء. باب الإضافة. الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة، نعم وبالتباعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار. الخاتمة. قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه، منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحبي أحمدي، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. والحمد لله.